احنا الان نتواجد في جناح الدرعيه في واحه الاعلام المقامه بالتزامن مع القمه السعوديه الافريقيه. نشارك اليوم في الدرعيه لاستعراض ابرز مستجدات مشروع بوابه الدرعيه، ونبرز فيها منجزاتنا الثقافيه، التاريخيه، الاقتصاديه، السياحيه. نعتقد ان مشاركتنا اليوم في واحه الاعلام ذات قيمه عاليه. الشعوب الافريقيه وشعوب القاره الافريقيه يشابهون بكثير من العادات والتقاليد، الاطعمه، اللبس، الطهي، الطراز العمراني. لديهم إرث ثقافي عريق، ولدينا كذلك نتبادل اليوم المعلومات، الثقافة. أيضا نعتقد أنه مشاركتنا في الدرعية تفتح خطوط تواصل مع دول القارة الأفريقية ووسائل الإعلام، واستعرض تجربتنا في مشروعنا هذا مع المشاريع المشابهة كذلك. حياكم الله في جناح هيئة تطوير منطقة عسير. منطقة عسير هي إحدى الوجهات السياحية الرائدة في المملكة، والتي لديها رؤية أن تتحول إلى وجهة عالمية طوال العام، مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وطبيعتها المتنوعة. هذه الرؤية سوف تتحقق بإذن الله من خلال استراتيجية طموحة معتمدة من مجلس الوزراء السعودي، والتي تهدف إلى جذب أكثر من 9 مليون سائح بحلول العام 2030، وضخ استثمارات تقارب 50 مليار ريال سعودي لبناء وتطوير الأصول السياحية والخدمات السياحية في المنطقة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير 4 وجهات سياحية متنوعة ما بين الجبال والسهول والوديان وأيضا البحر والصحاري، لتخلق تجربة سياحية متميزة لجميع أفراد العائلة ولجميع الجنسيات القادمة إلى المملكة. بالنسبة لمشاركتنا اليوم في واحة الإعلام، هي العكس ما يحظى به القطاع الرياضي من تطور في ظل رؤية المملكة 2030. اليوم حنا نتحدث عن العلاقات الرياضية السعودية الأفريقية على مستوى كرة القدم. لدينا 52 محترف من القارة الأفريقية. إذا ما تحدثنا على بعض المنجزات الأخرى التي حرصنا على إبرازها، على سبيل المثال دوري روشن السعودي منقول عبر 45 قناة ومحطة ومنصة، بالإضافة إلى في عبر 170 دولة حول العالم. وإذا ما تحدثنا على مشاركة المرأة في الرياضة، لدينا زيادة بمقدار 150% على مستوى الاتحادات الرياضية، مقدار الزيادة 200%. كان لدينا 32 اتحاد والآن 97 اتحاد. اليوم حريصين على عرض مبادرة الملاعب الذكية، والتي من خلالها يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الجمهور، وعدد كبير من الإنجازات الأخرى والمبادرات اللي حرصنا على إبرازها خلال واحة الإعلام.